السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منك كنوب خير رب العالمين صح والعافيه والكرم. السلام عليك يا الخير يا كرم منورين ومشرفين على قناتي خلاص سيرفيس في. احنا دلوقتي داخلين يا جماعه هو جيمنج كابل، يعني الجيم دلوقتي هو عباره عن كابلز، فوكس ومراته وانا وخطيبتي هندخل بنلعب ببجي وان شاء الله رب العالمين ما نتشطفش احنا الاربعه. اوكي ايه ده ايه ده احنا نازلين في حته صحراء خالص. انا عايز اقول لك على حاجه، اللي عمل لنا لاندنج ده استاذ حرام عليك. في حته فاضيه تماما اهو، اهو في بيوت يا جماعه قدامنا ما تقلقوش. انا رايحه البيت اللي عند العربيه هناك. طب خديني معاك لو سمحت يا مزمزيل. تعالى روح. اوكي لا انت عربيه، لا انا مش جاي. انت زائد عربيه يبقى مش جاي. عيب عليك. خلاص يا شكل عيب عليك. يلا بينا. سوزوكي دي بلا فخ بتضرب بتضرب شقلباص في الجو. ما انا يا ساتر يا ساتر يا رب يا لهوي. ايه اللي حصل ده؟ احلى احلى سوزوكي دي ولا ايه؟ شفتوا شكله ازاي؟ انا نزلت كنت واقفه حلوه. تي ام بي هنا يا جماعه عندي على الصفحه في اوزي يا جماعه. اهم حاجه خليكم فوق السطح، ما حدش ينزل من السطوح. ها اوكي انا فوق السطح. هلا في حد بيضرب عليا كمان، بس احنا مكشوفين كده فوق السطح. مش قوي برضه. اهو لقيت واحد. موتي خالص؟ في اتنين. في اتنين موتون. والله كنت في السطح بس هم اصطادوني يا بابا. اوه ماي جاد انا بحب السلاح ده يا جماعه. ما انا ضارب معاك عليه عشان كده انت بتحبه. يا سلام. والله العظيم انا ضارب عليك في السطح. اوه في صوت عاش. في حد هنا. انت بتعرف كل الناس اللي احنا هنا؟ ايه ده؟ بتتريق على صفقتي؟ هنعيش طريقة على سؤالتي. خليكوا شاهدين يا جماعة. مين مجايبر ناو؟ مين شوماخر ناو؟ مين فرس بيه والله؟ يا جماعة العربية العربية اللي هناك دي حلوة ما بتمشيش. ثلاثة عربيين ينفع حبيها شوية. يا سامر سوز انت بتعرف كل الناس بجد والله يعني. هو في اصلا اوريدي ناس حاسس جيراندا. شكرا. ايه رايك في بصيت لكم في ال حلو قوي حلو قوي. مش عارف اتحرك مش عارف اتحرك. طب استنى انا هاخد بس الفيرست ايد دي واجي لكم. في بيبسي معايا كمان ممكن لو عايزاه. وانت دخلتي جوه الشنطه بتاعتي. احساسي احساسي ايه بقى؟ انا معايا بيبسي خلاص. لا انت عماله تقول لك والله العظيم مش معايا غير الا برشام بس. سنايبر في سنايبر. تقدم حد يا جماعه يجي لي. حد يجي لي يا جماعه. عرفت مكانك. اما تيجي انت ورا الشجره يا فؤاد. ورا الصخره. طيب ورا الصخره روح ورا الصخره بس. تعالي لي اشيله. في حد حواليك. اديني هيل لو سمحتي. يلا اشيله بسرعه 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 بسرعه. ما تيجي يا فؤاد انت فين؟ انا اهو جنبك اهو. في يا شيرو؟ شفت في واحد عند الباب هناك شايفاه حبيبتي؟ عند عند البيت؟ هو ده اللي كان بيضربنا تقريبا. انت قتلته؟ طب خلي بالك ده يجي لك من ورا. هو جاي من هنا.
بتحب مش واحد على فكرة، ده كذا واحد. طب انا جايلك جايلك، يلا شيلو. خلي بالك وراك وراك وراك. لا انا بعالج نفسي ثانية. وراك يا حبيبي، في واحد وراك كمان. واحد وراه ولا قدامه؟ ده جنبي يا جماعة، جنبي جنبي. جايلك جايلك جايلك. هو طب طول جوه البيت بقى. عاش عاش. عاش قوي. ايه الحلاوة دي؟ طب حد يعمل لي هيل يا جماعة؟ اصبر، في حد قريب. ميرسي يا شيل. حد يشيله. اعمل لنا بس انت كفر كفر. اقسم بالله بعمل. ايه يا فيصل كيفك؟ قتل 10. ووهو مين نينجا ناو؟ تمام. انت عامل ايه؟ اوه ايه؟ دخل جوه البيت بسرعة. فين؟ جوه البيت. طب ثانية ثانية ثانية، انا هطلع كده. ثانية انا كمان جاي يا عبد البر. سنايبر. طب احسن ليه يا واطية؟ يا واطية يا زبال، احسن ليه؟ ولا اسرائيلي؟ شو تبقى جنبي؟ انا خدت حته طلقه في صباع رجل الصغير. ما تقوليش خبطت في اجدع كوميدينو. طلقه واحده. هو فين بجد؟ بس ان هو يجيب كل المسافه دي. ده بقول لك ده فشخ صباع رجل. اوكي. اقسم بالله طلع لي دم. ارفع جهلنا. جايين عليكم. اتنين يا فؤاد. اتنين يا فؤاد. انا جاي. ايه ده؟ والمسد حرام والله العظيم. ده ضرب. بص والله العظيم ما رفعش سلاحه ولقيته بيضرب عليا. ايوه كشفت. أيوة. راسي ودعيت عليك يا فؤاد يا ابن ام فؤاد. قاتل 12 كلاية وبرضه مش كسبان. الفضايا دي. الفضايا دي. لا عايز يلبس طرحة على راسه ويشدها كده ويقعد ويقعد. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وكل ايه ده جالي. بص اسمع بقى مني، علشان ايه جاتلي بوكس قبل ما نقل الحلقة. نفتح البوكس وان شاء الله يطلع لنا فيه لبس جامد. يا رب يطلع لك جزمة. جزمة؟ لا جزمة. اصبري. طيب ايه ده ليه؟ طب انا هقلع البوكس اهو. يوز اهو بوكس الفشيخ. نفتحه. ماشي يا شباب جاهزين؟ افتح يا عم. طلعت لي جزمه يا فقر يا بومه. انا بحب لك انت جزمه يا بومه يا فقر. دعوتي ما تخيبش. اخر فيديو مع مريم باذن الله. مستجابه. لو عجبك الفيديو سيب لايك، لو ما عجبكش دوس ديسلايك. يا ريت ديسلايك وريبورت لمريم لو فكرت تفتح قناه المستقبل ان شاء الله. لا يا جماعه ما تسمعوش كلام. تاني جزمه وشراب كمان. الشراب معفن وصل لحد ركبي. ليه وانا رايح المدرسه؟ طيب عشان الريحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نورنا النهارده فوكسي وشيرو. خليكم على خير واشوفكم حلقات قريبه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.